تودي عما لكل الموهوبين مع صالون مريم لكل منورين قراء ومنشدين وكمان مبتهلين مع صالون مريم لكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد معكم في برنامجكم صالون مريم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. معي ومعكم النهاردة ضيوفي من أهل القرآن وخاصته، وعلشان البرنامج زي ما احنا عارفين بيدعم الأصوات القرآنية في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني، معايا النهاردة مجموعة من الموهوبين في قراءة القرآن الكريم وفي الابتهالات والإنشاد الديني. هنشوفهم ونسمعهم مع بعض ونقول رأينا فيهم. قبل ما نسمعهم أتوجه بالشكر وخالص الشكر للدكتور طه عبد الوهاب أستاذ علم النغم والمقامات في إهدائه لينا تتر البرنامج، أشكره ويا رب كده دايما منورني في برامجي وفي مسابقاتي القرآنية بإذن الله. معايا ومعاكم ضيوفي الأعزاء، نبدأ ونتعرف. أحمد سعيد محمد سمك، لسان شرفه من قسم القانون العام طنطا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. منين؟ الميتال برود، محافظه البحيره. طبعا انت قارئ القران بقالك قد ايه؟ اميره من ثالثه ابتدائي. ما شاء الله. طيب وصوتك حلو من وانت قد ايه؟ برضه من ثالثه ابتدائي برضه. مين بيدعمك ومين شجعك على كده؟ لو والد الله يرحمه كان بيشجعني، كان بيقول لي يا احمد انا عايزك تبقى قارئ زي لما كان يروح مياتم وكلام من، كان بيقول لي انا عايزك تبقى تسمع للشيوخ ده وتبقى زيهم كده بالظبط. وزيك هو دخل يعني والدك قدوتك. لذلك ودخل اخواتي التانيين التربيه والتعليم ودخلني الواحد ازهر. ما شاء الله، ربنا يفتح عليك يا رب. اللهم امين. نشوف بقى القارئ محمود. محمود فتحي السيد سعيد، كرة الحجيزه، مركز السملاوين، محافظه الدقهليه. خريج ايه يا محمود ولا لسه طالب؟ الفرقه الثانيه، كليه التربيه، جامعه المنصور. ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. وانت مين بيدعمك ومين شجعك بمعنى اصح يعني؟ طبعا كل الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لاخي الكبير الشيخ سعيد فتحي، هو اللي دايما كان مشجعني وكان هو بينصحني، وست والدي طبعا تابعت معايا كتير، وماما بصراحه يعني اعمل لها مش هلاقي بجد حاجه اوفي اللي هي بتعمله معايا، فانا بشكرها طبعا ست والدتي جدا تابعت معايا، واخواتي طبعا، واخي الكبير هو علمني واخي ناس تحترمني، فانا بحمد ربنا انه رزقني بيهم عشان محبه الناس والله. ما شاء الله، ربنا يوفقك. مين قدوتكم يعني سيدنا من القراء القدامى؟ سيدنا الشيخ محمد عبد الله الطنطاوي والدكتور عبد الفتاح الطاروطي القدامى. القدامى؟ برضه كان الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله. والشيخ رايب مصطفى غلوش. طبعا القدامى احنا ما نقدرش نختلف عليهم، والجدد دول هيبقوا قدامى في المستقبل، وهتبقى مدارس برضه قدامى للاجيال القادمه، ربنا يوفقكم يا رب. نشوف المبتهل اشرف. انا اشرف طارق احمد من المنصوره السنبلاوين، انا كليه اصول دين الزقازيق. ما شاء الله. وانت بتحب يعني بتقدم على الابتهال ده من نفسك ولا حد شجعك؟ لا، هو انا اساسا اصلا قارئ قران ومبتهل ديني، بس يعني لاقي نفسك اكتر في الابتهال. لا، القران اكتر. تمام. والابتهال مايل له شويه يعني. بس انت بتقول انا مبتهل، فما قلتليش ان انت قارئ كمان. ما شاء الله، يعني ربنا يفتح عليك يا رب. الله يخليك، ربنا يوفقك. طبعا مين بيدعمك؟ اكيد اهلك و والدي ووالدتي هم اللي مشجعيني دايما على قراءة القرآن والابتهالات. وصلت لقراءة القرآن وانت يعني كنت كام سنة ختمته تقريبا يعني؟ كنت في اولى اعدادي. ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. نيجي بقى للشيخ محمود الصفتي. مرحبا. اتفضل. محمود الصفتي، محافظة المنيا، قرية سبط الخمار. اللي كان بيدعمني كان علي رحمة الله والد الشيخ طه الصفتي، كان قارئ الحمد لله رب العالمين، كان مشهور في محافظة المنيا. كان بيتجول بين البلاد بين المحافظات، تعلمت منه الكثير والكثير لغاية لما الحمد لله ربنا من علينا بحفظ القرآن، وخدت نفس
المنهج بتاعه. بس انت ما قلتش انت منين يا شيخ محمود؟ حفظة المنيا قرية صفت الحمار. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مشاهدينا دلوقتي احنا هنسمع مع بعض ونشوف، بس هنبدا الاول بقراءه القران الكريم، ونبدا بالقارئ احمد سعيد سمك، الشهير باحمد سمك، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا لا إله إلا هو عليم
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله صدق الله العظيم. ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب كده ونشوفك قارئ كبير إن شاء الله. طبعا أنا مش حاكم ولا حاجة، أنا زي أي مشاهد رأيه فيك أكيد حلو زي ما أنا رأيي فيك كده، لكن لو هندور بقى على الأخطاء بقى وأهل العلم دي حاجة تانية خالص. نورتني وربنا يوفقك يا رب. نسمع مع بعض محمود الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات رفيع Yeah.
من الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا يفتح عليك يا رب محمود الشيخ، ربنا يسعدك يا رب بالقرآن ويوفقك بالقرآن. نسمع مع بعض مشاهدينا المبتهل أشرف طارق. كل الورى جمال المصطفى تاه كل الورى بجمال المصطفى فالله صوره نورا وسواه والله فضله في الخلق قاطبة فهو الحبيب فهو الحبيب ورب العرش سماه له الوسيلة في العلياء منفردا له الوسيلة في العلياء له الوسيلة في العلياء منفردا ومنبع الحسن فالرحمن ربا من حضرة المصطفى من حضرة المصطفى والهادي والهادي
أبا النساء بأن يرضعنه لبنا أبا النساء قلنا اليتيم قلنا اليتيم فقلت الله يرعاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله عليك أشرف، ربنا يفتح عليك يا رب. طبعا احنا مشاهدينا الكرام عارفين ان احنا داخلين على احتفالات كل المسلمين بعيد المولد النبوي الشريف، اعاده الله علينا وعلى المسلمين بخير يا رب العالمين. نسمع مع بعض الشيخ والمبتهل والقارئ الشيخ محمود الصفدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام فعينك عن عبادك لا تنام وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به القرب العظام. صلوا على خير الأنام وسلموا إن الصلاة على الحبيب دواؤه. يا مكة سورك متين باب السلام فيك فيك مقام الخليل وحجر إسماعيل فيك لما أرد ربنا ينور أراضيك أسبغ عليك الرضا ولد النبي فيك. وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله، ربنا يوفقك يا شيخ. بكده مشاهدينا الكرام بنكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. بشكر ضيوفي اللي شرفوني، القارئ أحمد سمك والقارئ محمود الشيخ والمبتهل أشرف طارق والقارئ والمبتهل محمود الصفدي. بشكركم لتشرفكم لنا في برنامج صالون مريم، وبشكركم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، على أن نلتقي إن شاء الله.
الله في حلقات قادمة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتي عامة لكل الموهوبين مع صالون مريم، لكل منورين قراء ومنشدين وكمان مبتهلين مع صالون مريم لكل منورين. دعوتي عامة لكل الموهوبين مع صالون مريم لكل منورين.